برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة له جهود كبيرة يقدمها للمواطنين العاملين في القطاع الخاص. في هذه الأيام يقيم مؤتمر التعليم المؤسسي الذي يحمل شعار التدريب الفعال في القطاع الخاص أداة للتوظيف والترقي الوظيفي. باسمكم جميعا رحب بضيوفنا، بداية من برنامج الهيكلة، بداية نرحب بالأستاذة أماني المري وهي منسق إداري لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة. مساء الخير أستاذة. حياك الله. أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. بارك الله فيكم وقواكم الله. وأيضا نرحب بالأستاذة شيخة الهاشم، باحث تطوير إداري لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة. مساء الخير أستاذة. مساء النور، يا هلا فيك. قواكم الله وبارك الله في جهودكم، ما شاء الله دائما متطورين ودائما دورات والتنمية وبحث وتقصي وتهيئة الشباب وإعداد الشباب، يعني ما شاء الله عليكم، يبيلكم تزيارة في إدارتكم وتوفيق حق إدارتكم الخاص. بارك الله فيكم وجهودكم. انطلق معكم البداية، شنو هي خدمات معك أستاذة أماني عن برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة؟ نقرب الصورة للمشاهد الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، حابة أشكركم على هذه الاستضافة في برنامج مسائي. برنامج إعادة الهيكلة تحديدا إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية عندها أكثر من خدمة يقدمها حق الشاب الكويتي، بداية من أول ما يتخرج من المؤهل العلمي اللي هو فيه. تحتضن إدارة تنمية القوى العاملة هذا الطالب اللي هو نسميه باحث عن عمل. عندنا شقين لهذا الموضوع، يا أنه يدخل معنا تدريب في الصيف على ما يحصل على وظيفة طبعا له شروط معينة، أو أنه يدخل معنا كباحث عن عمل من ناحية العقود، وفي عندنا إجراءات ثانية. الشق الثاني عندنا الموظف هو الحين دش في القطاع الخاص، وهذا اللي احنا نحب نرغب فيه، أنه يكون الموظف الكويتي موجود في القطاع الخاص. لما يكون الموظف موجود في القطاعات المختلفة، احنا برنامج إعادة الهيكلة يقدم هذه الخدمة، أنه هو يدرب الشاب الكويتي في القطاع الخاص، انه يكون يد بيد القطاع الخاص او الجهه اللي هو فيها، عن طريق نساهم في جزء من تكلفه البرنامج التدريبي. هذا بشكل عام للبرنامج. لا، واحنا نعرف بعد ما شاء الله عليكم تعينونهم بعد، تسعون الى تعيينهم بالقطاع الخاص، وهذا الامور. بارك الله فيكم. استاذه شيخه، على موضوع البرنامج التدريبي المقدم للقطاع الخاص ومساهمه وتدريب الباحثين وتدريب الطلبه في الصيف، يعني اذا حابين نتعرف عليه يعني بشكل ادق. تدريب الطلبه بالصيف هو يصير مرة بالسنة بالصيف. احنا الحمد لله نوفر تقريبا 5000 فرصة وظيفية للطلبة. نوعية التدريب، التدريب ميداني. عندنا والله قصص يعني نجاح الصراحة، مثلا شركة محمد عبد العزيز الشايع دائما يستقطبون أكبر شريحة من الطلبة، لأن تعرف الطلبة يستانسون أن يشتغلون في المجال. نعم، اللي هو التسويق والريتيل. نعم. هذا شيء بالنسبة لهم حلو حتى يحطونه بالسي في. هذا سنويا؟ سنويا هذا احنا مستمر، صار لنا الحين من 2004. ما شاء الله. تدريب ميداني فقط؟ كان تدريب تدريب ميداني. ممتاز. لكن احنا نطمح ان نطور فيه بحيث انه يكون هو مو بس بالصيف، العطل الربيعية هم احنا يعني قاعد نسعى ان نضيف العطلة الربيعية. هذا الخريجين ام ما زالوا في دراسة؟ لا على مقاعد الدراسة. مقاعد الدراسة. جميل. هم يزورونكم يشتركون يعني، ولا تروحون تعرضون عليهم؟ احنا نسوق على مدار السنة، نسوق ويكون في اعلان تقريبا بشهر 5 قبل العطلة الصيفية. ويلتحقون معكم الطلبة؟ يلتحقون. اي نعم. جميل. يعني هالسنة احنا دربنا 450 طالب تقريبا. 450 طالب ما شاء الله دربتهم. انطباعهم، تاخذون انطباعهم بعد التدريب؟ اي اكيد. احنا عندنا بالاداره عندنا قسم التقييم. نعم. ان نقيم حتى الطالب. نعم. رايه بالشركه والشركه تقيم الطالب يعني. جميل. استاذ اماني، خلينا نتكلم على اول شيء فكره هذا المؤتمر. نعم. المؤتمر المؤسسي التعليمي، التعلم المؤسسي. أيه؟ انا يعني غلط، مؤسسه التعليم. نفس الشيء. طيب كلمينا عن المؤتمر، الفكره، بدايه الفكره، واليوم هذا المؤتمر انطلق. اي الحمد لله. بدايه فكره المؤتمر ولله الحمد احنا مو اول مره نفكر ان احنا نسوي مؤتمر. هو عن الفكره موجوده يعني قبل تقريبا 3 سنوات، بناء على الخدمات اللي احنا قاعدين نقدمها للقطاع الخاص، ان احنا قاعد نستقطب خططهم التدريبيه سنويا ونشوف البرامج المتميزه اللي قاعد يقدمها لنا، وان شلون هذه البرامج راح يعطيها حق الشاب الكويتي من ناحيه يا انه زياده خبره له،
أو أن هي تساعده للترقي، والترقي مو ترقي عادي، ترقي قيادي، يعني من كان موظف عادي إلى أن يتحمل مسؤولية القيادة. فهذا شيء وايد حلو أن نشوف الجهة تسعى لهذه البرامج، أو أن تكون زيادة خبرة أن هي تعطي مجال أوسع بعدين للترقي. نعم. فمن باب هذه الخطة التدريبية اللي قاعد نشوفها، قاعد نقول ليش ما البرامج هذه اللي قاعد تقدمها، بناء طبعا مو توه، من سنين ان هي قاعد تقدمنا هذه البرامج، ليش ما الجهات الثانية تعرف او تكون بينهم تعارف وتعاون، ان يشوفون شنو قاعد يقدم القطاع الخاص للشاب الكويتي، شنو عنده من برامج تدريبية، شنو اللي قاعد يعطي القطاع الخاص من نقلة نوعية للشاب الكويتي، من إيه يكون موظف عادي بخبرة بسيطة من نقول مستوى التعليم اللي كان فيه، إلا إنه وصله للقيادة. القيادة، ويكون منتج، ويكون أي يعطي نعم، دورات، أي ويعطي نعم، من خبرته السريعة وهو في شبابه. فأنت أي تبين نعم. تدمجين، تقولين حق الحكومة تعالوا شوفوا يعني. لا، احنا ان شاء الله المؤتمر هذا اللي راح نعقده ان شاء الله في يوم الأحد تاريخ 12 فبراير لمدة 3 أيام، هو خاص للقطاع الخاص، بس ما يمنع ان احنا نستقطب او ايوه ندعي الجهات الحكوميه ان تشوف خبرات وتجارب القطاع الخاص في حلو. من الكويت. الجهات الحكوميه اللي في بالكم؟ هي الدعوه عامه، وهل هي دعوه لموظفي الحكومه ام قيادي الحكومه؟ هي عامه لموظفي الحكومه، وزعنا لكذا قطاع للوزارات جميل. اللي مشابهه للتجارب اللي احنا اللي اللي قاعد انتم نسويها. اي ممتاز، نعم، نقدر نتعرف على المتحدثين بهذا المؤتمر اي والله، والداعمين؟ عندنا ما شاء الله مجموعه متميزه لله الحمد، اللي لقينا فيها قبول وحابين ان هم يكونوا موجوده معنا. ابرزهم ان شاء الله راح يكون موجود محمد شايع نعم المدير التنفيذي لمجموعه الشايع، جميل. راح نعم يكون ان شاء الله الدكتور خالد المهدي اللي هو الرئيس التنفيذي الاعلى للتخطيط. ما شاء الله عندي نخبه كبيره، طارق الدويسان، عندي دكتور احمد بوزبر، عندي بعد ما شاء الله. محاضرين من برا الكويت، عندي نعم من بريطانيا ومن امريكا، فما شاء الله جايين، ما شاء الله مجموعه وايد ما اي اقدر نعم ما شاء احصرها. الله، كلها نماذج ايجابيه، نماذج اي نعم، ناجحه، عندنا من نماذج غرفه عملت في التجاره القطاع الخاص. دكتور جاسم نعم بشاره، اي يعني نعم ما شاء الله. وعندنا عضو مجلس الامه يوسف الفضاله راح يشاركنا. ما شاء الله، اي ابو الجلسه صالح. الاولى هي الجلسه يعني جدا مهمه، هي الجلسه نناقش فيها دور التعلم المؤسسي وانعكاساته على التنميه الاقتصاديه. ممتاز. احنا اليوم كحكومه يعني ايدنا بايد القطاع الخاص، خصوصا احنا كبرنامج عائد الهيكله عندنا ما يقرب 15 سنه معاهم، فاحنا كبرنا وياهم وتعلمنا بالتأكيد معاهم. بالتأكيد عندكم ف خبرة، اليوم أنتم مطالبين في إبراز هذه الخبرة وتعريف الناس فيها، لذلك أتت هناك ورش عمل في هذا المؤتمر. نعم 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 عارفين عن ورش العمل؟ ورش العمل راح يعني تكون مخصصة أكثر من الجلسات، راح يكون التركيز على القيادة في التعلم المؤسسي، لأن يعني دور القيادة جدا مهم في تأهيل بالضبط. نعم الكويتيين خصوصا العمالة الوطنية في الترقي الوظيفي. عندنا دور الاستراتيجية، التفكير الاستراتيجي، أن أنت حطيت استراتيجية واضحة مبنية على بيئة التعلم المؤسسي تضمن نجاح أن المعرفة تنتشر داخل المؤسسة. ممتاز. عندنا طبعا من الكلية الأسترالية راح يتكلمون عن الإرشاد الوظيفي وأهميته، هم لأن أنت حين تدربت، بس ما بعد التدريب فترة الارتقاء الوظيفي تحتاج الإرشاد بين فترة وفترة، تطبيق على أرض الواقع، يجب أن التطبيق تطبق. أكيد صح. شيخة هذه كلها محاضرات راح تكون ورش محاضرات عمل مساءً وصباحاً؟ لا صباحاً مكثفة، بس فترة الصباح، فترة الصباح الساعة بس والمكان نذكر فيه مرة ثانية مثل ما قالت سلامة. فندق المارينا إن شاء الله، تاريخ 14 فبراير من الساعة 9 للساعة 2. هذا بس ورش يوم العمل، واحد؟ يوم واحد لورش لورش العمل. العمل، إيه؟ ورش العمل يوم بس واحد. الجلسات راح تكون أول يومين، أول يومين. باليوم الأول في جلستين، جلستين إي راح تكون في جلستين راح للشخصيات اللي يتكلم. حضرتك تفضلتي فيهم، إي وهي نعم، وعندي كل بعد واحد يعني إي يتكلم عن تجربته إي الخاصة نعم، في تجارب وفي شنو النقلة النوعية اللي صارت عندهم، ممتاز. من كان شنو مثل ما تفضلت تكلمنا عن صح، في الشايع بدايته وكان في موظف بدايته، وكان شنو اتسعت هذه الشركات هذه أو التنمية اللي صارت الخطط اللي عنده. وضعها اللي تكلمت عليها الاستراتيجيه، اي كيف نعم طبقها صح، وكيف تطورت وكيف تعاون مع الفريق وروح الفريق الواحد والامور هذه كلها. اي نعم. حابة لكن بس أذكر نقطة، الحضور دعوه عامه، يعني اي حد يقدر يحضر؟ هي تصير الدعوة عامة بس طبعا يكون فيها رسوم. إذا رسوم الاشتراك إذا حابين إن شاء الله يدخلون معانا الورشة. من طيب باب تكلمنا حين على الورشة والمؤتمر، أنا حابة أشكر الداعم لنا
المنظمة المنتدى التطوير الوظيفي الخليجي ممتاز. تحت قيادة السيد دكتور. الدكتور فهد الفضالة، هو الداعم الأساسي صراحة، هو اللي جاء وقال لنا احنا ايدنا بيدكم تقدموا في هذا المؤتمر، هو جميل. فهو يكون اللجنة المنظمة اللي تابعة لبرنامج إعادة طولوا الهيكلة. مؤتمراتكم شوي، 3 أيام سريع سريع، خذوا أسبوع، خذوا 10 أيام، مو طولوا شوي طبعا يعني سريع. إن شاء الله إن شاء الله، بس أنه تعرف حكم القطاع صح الخاص صحيح صعب الوقت. أنه يطلع صح الموظف أكثر من 3 أيام، فإحنا عطينا بالاعتبار أن 3 أيام إن شاء الله يكون المتدرب أو موظف القطاع الخاص يستفيد استفادة كاملة من إن شاء الله الجلسات وورش العمل. إن شاء أنا الله حابة تفضلي. أضيف على في جلسة جدا مهمة هي في اليوم الثاني، هو عرض تجارب القطاع الخاص في نشء الأكاديميات المؤسسية. إحنا اليوم يعني الأكاديميات المؤسسية شيء جديد بالنسبة لنا إحنا كوطن عربي. بأمريكا تقريبا بالولايات المتحدة بلشوا في سنة 56 شركة جنرال إلكتريك، أما حاليا إحنا يعني نشاهد في نقلة جدا نوعية في العالم، أن في 4000 أكاديمية مؤسسية. بالكويت عندنا إحنا الحين تجارب جدا مهمة، نفس تجربة بنك بوبيان في أكاديمية إتقان بالتعاون مع جامعة الخليج، وراح يتكلمون عن تجربتهم. عندنا شركة زين للاتصالات وتجربتهم في نادي المعرفة، اللي مو بس يشاركون فيه موظفين زين، يشاركون فيه حتى الموظفين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع النفطي بعد. عندك أكاديمية الوطني، برنامج فرصة بيت التمويل اللي الحين مو بس يشمل يعني الخريجين، دخلوا في القيادات، فهذا جدا تجارب موفقين مهمة إن شاء الله يعني، ونشاط واضح ومميز لبرنامج إعادة الهيكلة. شكرا جزيلا على هذه الجهود اللي أنت قاعد تقومون فيها، ونورتونا ومكانكم في أي وقت في تلفزيون الرأي برنامج مسائي. إذا من الختام حاب تقولين أستاذة شيخة؟ في الختام يعني اللي ودي أقوله أن إحنا بهذا المؤتمر مو بس يعني نعرض كإنجازاتنا إحنا كبرنامج عادة هيكلة مع القطاع الخاص، لا إحنا يعني حتى نقيم إحنا وين وصلنا وشون نقدر يعني نرتقي بعد هذا المؤتمر. شكرا إن شاء جزيلا. الله. وكلمة الختام أكيد والرسالة عند حضرتك أستاذة أماني، شنو حابة تقولي؟ حابة أدعو خلال برنامج مسائي أن برنامج إعادة الهيكلة يدعو جميع القطاع الخاص والقطاع الحكومي لحضور هذا المؤتمر لأخذ فكرة وتغيير لمفهوم التدريب الموجود عندنا بالكويت. نعم، بارك الله فيكم، وشكرا مرة أخرى على هذه الجهود القيمة، والشكر موصول لباقي زملائكم أيضا العاملين معاكم، نتمنى يكونوا متواجدين معنا كلهم هني، لكن احنا راح نزوركم في مكانكم. أستاذة أماني المري، منسق إداري لبرنامج إعادة الهيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي الدولي، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول لك أستاذة شيخة الهاشم، باحث تطوير إداري لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، شكرا جزيلا. مشكورين. كل شكر لضيوفنا الكرام، مستمرين معاكم بعد الفاصل.